زمان كنت اشتريت كتاب لواحد بيطعن في الكتاب المقدس وافرد ليها مش عارف ستين سبعين تمانين اختلاف ما بين متى واحد ولوقا ثلاثة وهو لو عارف بس لو سأل واحد بيفهم كان هيقول له دي سلسلة ودي سلسلة تانية ماسك بقى كل اختلاف أب مختلف يقول له شاف هنا جه مين وهنا جه مين دي سلسلة غير السلسلة هل في واحد في الكون عنده سلسلتين نسب؟ في الحقيقه ما فيش. انا عندي سلسله نسب واحده انت عندك كام؟ اعتقد واحده برضه اكيد. لان ازاي هيبقى اثنين يعني انا يعني انا مولود من ازاي اثنين؟ ما هو واحد بس اللي جابني. المسيح لقى لي اثنين. ليه؟ لانه ليه سلسله رسميه عن طريق يوسف لانه فعلا اخذ اللقب الشرعي من يوسف لان مريم عندما ولدت الطفل يسوع كانت في كنف رجلها يوسف سجل في الاوراق باسم يوسف بالظبط يعني لما حبلت الروح القدس قال ليوسف خذ مريم امراتك لا تخف ان تاخذ مريم امراتك لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فقام وفعل كما امره الملك يعني كانت حبلى عندما اخذها يوسف ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر لما تولد هذا الابن البكر ينسب لمين نسب ليوسف لأنه هو الاب الشرعي لكن حقيقة هو اللي اي علاقة بيوسف الاجابة كلا وعشان كده ليه سلسلة رسمية دي موجودة في متى وليه سلسلة نسب فعلية ودي اللي موجودة هنا في انجيل لوقا آه لو بصيت في انجيل متى هتلاقي ان كل الظهورات كانت ليوسف لا نجد ان الملاك ظهر للمطوابة مريم في انجيل لوقا ظهر للمطوابة مريم الكلام كان مع المطوابة مريم في انجيل متى الكلام كان مع يوسف وعشان كده السلسله سلسله يوسف هنا السلسله سلسله مريم لان كل الظهورات وكل الكلام كان مع المطوابه مريم بص على البدايه لما كان لما ابتدا يسوع كان له نحو ثلاثين سنه وهو على ما كان يظن ابن يوسف يعني بيبتدي بفرضيه مش صحيحه مين اللي عارف انها مش صحيحه كل اللي قروا انجيل متى عارفين ان يوسف ليس ابوه فهو على ما كان يظن هل هيكمل السلسله على فرضيه هو بيقولها وهو يعرف انها غير دقيقه علشان كده ساب يوسف وقال ابن هالي ومعروف من الوثائق التاريخيه ان مريم كانت بنت هالي يبقى اذن السلسله دي بتتكلم عن مريم وتوصل بينا لغايه ناثان ابن داود ثم داود يبقى مريم بنت داود بس عن طريق ناثان بينما لما نروح في متى واحد نلاقي ان المسيح كان رسميا من يوسف اللي هو ابن سليمان ابن داود يبقى دي سلسلة مختلفة عن دي تماما واحد من سلسلة من سليمان والتاني سلسلة من ناثان